تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بجلميم مدعومة بعناصر الفرقة الجوية للتدخل مساء أمس الاثنين 11 مارس الجاري من السيطرة على شخص من مواليد 1975 استعمل سلاحا ناريا عبارة عن بندقية صيد لإطلاق أعيرة نارية في حق مجموعة من الضحايا بالقرب من مسكنه بحي تكنا. وتشير المعطيات الأولية إلى قيام المشبه فيه المقيم سابقا بالخارج والذي يحتمل أنه يعاني من اضطرابات عقلية بإطلاق النار بشكل عشوائي وبدون سبب ظاهر من بندقية صيد في ملكيته، الأمر الذي تسبب في وفاة ضحية من مواليد 1991 بعين المكان وإصابة 11 آخرين من بينهم موظف الشرطة بإصابات طفيفة يخضعون حالياً للعلاجات الضرورية بالمستشفى العسكري بالمدينة الذي نقل إليه جميع الضحايا. وقد مكن تدخل عناصر الشرطة مدعومة بعناصر فرقة الجهوية للتدخل من عزل مكان الاعتداء في مرحلة أولية قبل أن تضطر عناصر الشرطة لاستعمال أسلحتها الوظيفية وإطلاق النار على المشابه فيه الذي تعرض لإصابات على مستوى الساقين، مما مكن من السيطرة عليه وحجز السلاح الناري المستعمل في الاعتداء. وقد تم الاحتفاظ بالمشابه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.